أكثر ما لفتنا الانتباه اليوم أداء المهاجمين شيء غير عادي. هذا اليوم مباراة كبيرة من خط الهجوم. كريستيانو رونالدو يحتفظ بكرة المباراة عن كل جدارة واستحقاق. يا إلهي يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. هكذا تنتهي مباراة الليلة ونشكركم على حسن